يصل المنتخب الوطني المغربي إلى قاعة المسيرة ليواصل استعداداته المكثفة، وعينه على مقابلة نصف النهائي التي ستجمعه والفريق المحتل للصف الثاني في المجموعة الثانية، بعد وصوله هذه المرحلة رفقة المنتخب الليبي والذي يعكس تفوق الكرة العربية بتواجد ثلاث منتخبات المغرب، ليبيا ومصر. خبرة مدرب أسود الأطلس وإصرار اللاعبين على الظفر بكأس هذه الدورة التي تنظم بعاصمة الأقاليم الصحراوية يتجلى من خلال الجدية في تدريب العناصر الوطنية وانضباطهم وشعورهم بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم حتى تبقى الكأس بمدينة العيون. المنتخب المصري تبقى دائما مرشح فريق قوي الأكثر تتويجا، السادس عالميا في آخر كأس إفريقيا. صراحة هو قاطرة ديال هذه اللعبة. احنا ولينا غير مؤخرا ولينا مرشحين حتى حنا وتنافسوه، ولكن بوغ لانستون المنتخب المصري ماشي الاهتمام ديالنا ليه، باقي نصف النهاية، باقي تأهيل كأس العالم، عاد نشوفوا شكون اللي غادي يلعب معنا في الفينال، لان الفريق اللي بيته هو فريق محترم. الحمد لله كما تشوف الاجواء مزيانه، احنا ان شاء الله طامحين ان شاء الله باش نديروا مقعد في كاس العالم، نربحوا بهذا الدومي فينال، وديك الساعه ان شاء الله ندوزوا للنهايه، ولما لا نتوجوا باللقب ان شاء الله ونفرحوا الجماهير المغربيه وخاصه الجماهير الصحراويه تشجعنا. بخطى ثابتة يسير المنتخب الوطني المغربي في مشواره في هذه البطولة الإفريقية، وكله عزم على رفع كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالقاعة هنا بمدينة العيون، ليسعد الشعب المغربي من قلب الصحراء المغربية بهذا التتويج الذي صار قريباً. تنظيم كأس أمم إفريقيا بمدينة العيون حدث هام جلب معه خبرات دولية في مجال التدريب، فرصة استغلها مدربون محليون لتنظيم دورة تدريبية أطرها مدرب المنتخب الأنغولي الإسباني ريكاردو إينيك. شرح مستفيض للطرق وإعداد برامج تدريبية متكاملة، بدءا بالتحضير البدني مرورا للتقني والتكتيكي، فضلاً عن طرق إدارة المجموعة، آليات وتقنيات ستغني الرصيد المعرفي لمدربي الفرق المحلية سينعكس إيجاباً على مستوى كرة القدم بالأقاليم الصحراوية. شبكة أندية كرة القدم داخل القاعة قبضت هاي المبادرة كي يستفادوا هذو المدربين ديال الفوتسال اللي في العيون، لأنه قليل فين يجينا بحالك واستغل لينا فرصة كاس افريقيا منين جاوها المدربين، استغلينا هاي الفرصه باش نجيبوهم هنا تي باش الرجل اللي هنا تي اللي عنده الدبلومات دي باش يستفادوا هنا تي. احنا استفدنا استفاده كبيره لانه كان حاضر معنا الخبير الاسباني، نورنا في ما يخص المسائل اللي هي تقنيه فيما يتعلق بكره القدم داخل القاعه، اضافه ل يعني للتقديم اللي قدموا لنا الاخوه اعضاء يعني مدربي كره القدم داخل القاعه، وهذه امور حقيقه يعني كتشجعنا لنا نمشوا بكره القدم داخل القاعه في العيون. نحاولوا ما امكن نتبادلوا الخبرات، نحاولوا يعني نوضعوا استراتيجيه باش نمشوا بكره القدم داخل القاعه ان شاء الله للامام. جينا هنا اللقاء التواصلي مع الاخوان ديالنا هنايا في الاقاليم الصحراويه، وشرحنا لهم الاهداف ديال الجمعيه، ان الاهداف ديالها هي الدفاع عن حقوق المدربين، وبان المدرب هو الحلقه الاساسيه في كره القدم داخل القاعه، وبذلك نحاولوا نبارطاجيو معاهم ما هو تقني عندنا، ونحاولوا نطوروا هذه اللعبه جميع ونكملوا العمل اللي كتقوم به الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. التكوين والتكوين المستمر وتحسين المعارف يعيد بدفعة قوية لأطر المحلية في مجال التدريب من أجل العمل وفق منظور علمي يؤهل الفرق المحلية وأطرها لتلعب أطوار طلائعية في البطولة الوطنية.
البنية التحتية الرياضية بمدينة العيون شجعت أبناء الإقليم على الاستثمار في المجال الرياضي بإحداث مدارس رياضية في كرة القدم تستقبل أطفال المدينة بكل الملاعب المخصصة لرياضة القرب. أطر ومدربون يعملون بجد من أجل تلقين هؤلاء الشباب المبادئ الأساسية للكرة المستديرة، تجربة أثمرت خلال سنواتها الثلاث بانتقال أحد حراس المرمى بهذه المدرسة إلى فريق الجيش الملكي لكرة القدم. الحمد لله أعطانا حافز باش نزيدوا بهذو الوليدات القدام، فهمت؟ وعطانا حافز باش نزيدوا الوليدات القدام الحمد لله. وعندنا مدرسة الحمد لله، مدرسة المواهب معروفة غنية عن التعريف، كلشي يعرفها. الحمد لله كنأطروا فيها وكنكونوا الوليدات وكنجيبوهم من الشارع، كنحاولوا نجربوهم من الشارع باش ما ينحرفوا ولا شيء ونأطروهم. الحمد لله راكم شفتوا الحمد لله المجهودات اللي كنعطوا ثمار، والمدرسة عطيت ثمار على مدة 3 سنوات الحمد لله. عندنا لعابة دراك مشاو للجيش الحمد لله. بالنسبة للمدرسة 12 سنة أقل، كاين الفئة الأولى هو ليفي، الفئة الثانية لي بوسا ولي بنجامة، كل فئة كنخدموا معها على حساب الخصائص ديالها. أول حاجة هو الجانب ديال التنسيق العصبي الحركي، كنركزوا على التنسيق، تمارين التنسيق العصبي الحركي، تمارين هوائية، لأن علاش استعملت هذه الكلمة هوائية؟ لأن في التكوين ديال المؤطرين كيركزوا على هذه الكلمة هوائية. كنترينا مع هذه الفرقة عامين، هذا هو العام الثالث، وكانوا كيعطيونا مجموعة ديال التدريب، ومنا كان الأوطر منهم عالي والمدرب ديال الحراس. وكانت النتيجة أنه عيطوا لي في الاختبار ديال الفار، ومشيت ودوست الاختبار وتقبلت، وراني مشي في شهر مارس. المدرسة زوينة الحمد لله، 6 سنين وانا كندرب فيها، عطات لي المجهود تاعها، ما مشاتش هكاك. ساهمت البنية التحتية الرياضية بمدينة العيون في صقل مواهب الرياضيين الناشئين في كل الأصناف الرياضية، ليؤكد أبناء الصحراء على علو كعبهم وقدرتهم على تحدي كل الصعاب. تواصلت مقابلة المجموعة الثانية والتي عرفت إجراء مباراة المنتخب المصري الذي ضمن ورقة التأهل ونظيره الموزمبيقي الذي فقد الأمل في التأهل بعد النتائج السلبية التي حققها خلال المباراتين السابقتين، وضع دفع بالفريق الموزمبيقي إلى التقدم إلى الأمام وتحسين دفاعه من أجل الحفاظ على ماء الوجه، وهو ما تأتى له بتحقيق تعادل ثمين خلال الشوط الأول بهدفين لهدفين. استماتة المنتخب الموزمبيقي ونديته فاجأت الجميع، حيث اعتقد الكل أن المباراة ستكون شكلية بالرغم من انهزامه في آخر دقائق المواجهة بفارق هدف واحد. طبعا اقول الحمد لله طبعا، وان الثلاث مباريات ناخد الثلاثه بونت وناخد التسعه بونت كلهم، دي طبعا في حد ذاتها حاجه كويسه، وانك تتاهل قبل المباراه الثالثه دي حاجه كويسه، دي بس ما تخليناش ان احنا نبعد عن اهميه مباراه ليبيا. مباراه ليبيا مهمه جدا جدا، وليها وضع ثاني وليها حسابات ثانيه، وضع نفسي وبدني وتكتيكي، فان شاء الله يعني ربنا يسهل كده والبطوله كلها تنجح وتبقى كويسه، وان شاء الله وصول المغرب ومصر وليبيا لكاس العالم ده في حد ذاته حاجه لافريقيا، ان العرب كلهم يروحوا كاس العالم، ونعمل ان شاء الله نتيجه باذن الرحمن.
كمان في كاس العالم حاجه كويسه ان شاء الله. تحضرنا كويس للماتش بس يعني في جونين جم فينا بعد ما حصل تراخي، بعد ما احنا جبنا جونين في تراخي المستوى نزل شويه. الماتش صعب علينا يعني في احيانا من الماتش بتاع، بس احنا كنا الاقرب ان احنا نكسب يعني. مقابلة صعبة رغم خروجنا من البطولة، إلا أننا لعبنا بندية وقاومنا حتى الدقائق الأخيرة للقاء. نزال آخر في نفس توقيت مقابلة مصر والمزنبيق عن المجموعة الثانية، عرفته القاعة المغطاة المسيرة، جمع منتخبي أنغولا وغينيا الطامحان للظفر بحجز ثاني مقاعد هذه المجموعة. الندية والتنافس الشديدين السمة الأساس التي طبعت هذه المقابلة. عزيمة المنتخب الأنغولي وإصرار لاعبيه خلق الفارق ليحسم نتيجة اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف لواحد، ليتأهل رفقة المنتخب المصري عن هذه المجموعة إلى نصف النهائي. اتضحت معالم الفرق المتقابلة في الدور النصف النهائي، حيث سيواجه المنتخب الوطني المغربي صاحب الرتبة الأولى في مجموعته منتخب أنغولا ثاني مجموعته، فيما سيواجه المنتخب المصري شقيقه الليبي في مواجهة عربية عربية. أطوار مقابلة النصف ستجرى يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير الجاري. المنتخب المغربي تيبان فيه واحد التحسن كبير، وتنتظر انا منه بانه يدي الكاس ديال هذه المسابقه ان شاء الله. العيون الى مؤهلات وبنيه تحتيه يعني تضاهي المدن المغربيه مثل كازا والرباط، وتنظيم يعني شنقول لك، التنظيم بجميع مؤهلات، اسم المغرب له مؤهلات عالمية.